أهلا بكم. في هذا المقطع سنتعرف على الفرق ما بين هذه الكلمات فوا 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 وفوا. كما ترون فإن هذه الكلمات تنطق بنفس الطريقة، نقول عنها أنها ديزوموفون. الفرق هو في طريقة الكتابة وفي معانيها المختلفة. نأخذ فوا الأولى التي تنتهي بحرف S. فوا تعني هنا مرة. Quand on compte، عندما نعد، نقول une fois، مرة، deux fois، مرتين، إلى غير ذلك. إذن fois تعني مرة. بينما الكلمة fois التي تنتهي بحرف E فهي un organe du corps، فهي عضو موجود في الجسد. Un organe du corps، وهو بالضبط الكبد. نقول عليه le foie، هو مذكر الكبد. بينما فوا التي تكتب هكذا تعني la croyance, la conviction، الإيمان أو العقيدة. religieuse par exemple، الإيمان أو العقيدة الدينية مثلا. نقول Dieu m'a donné la foi، أعطاني الله الإيمان. la foi وهي كلمة هنا مؤنثة، نقول la foi. بينما هذه الكلمة فوا مع إكس، وانتبهوا كذلك الحرف الأول هو ماجيسكول، هو حرف كبير، فهذه الكلمة هي فقط اسم لمدينة فرنسية موجودة جنوب فرنسا، مدينة فوا. هل اتضح لكم الآن الفرق؟